استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج. واشاد سعادة وزير التربية والتعليم خلال اللقاء بالدور التربوي الحيوي الذي يقوم به المكتب كثمرة من ثمار العمل الخليجي المشترك من خلال البرامج والمشروعات التي يتبناها في شتى مجالات التربية والتعليم. من جهته اثنى مدير عام مكتب التربيه العربي لدول الخليج على تعاون مملكه البحرين مع انشطه المكتب وفعالياته المختلفه ومشاركاتها النوعيه فيها مشيرا الى ان المكتب يعكف على العمل لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التعليميه في المملكه خلال العام الدراسي المقبل.